مثلا تبقى أذواق، ولو ما اختلاف الأذواق لبارة السلع. ولو ما أن الواحد ممكن في يوم بالأيام يلحق أشخاص معينة علشان يعرف الترند ويعرف أيضا الأشياء الموجودة الجديدة في عالم قد يكون قدامه، لكن يشوقه لما يشوف أحد الأشخاص يعرضها بطريقة معينة، ظاهرة قد حبها البعض وكرهها البعض الآخر. الإنسان عدو ما يجهل، لكن إذا قربت من الشخصيات بشكل حقيقي ولامستهم راح تلقاهم غير. الإنسان اللي بعد شوي اكتشفت أنها غير. منو هي؟ بعد التقرير. حين تكثر الأضواء على شخصية معينة نراها اتسمت بالغرور، إلا أن ضيفتنا شهرتها خلتها قريبة أكثر لمتابعينها. تعتبر من أهم الفاشينيستا في الكويت، حققت شهرة واسعة من خلال ما تقدمه في عالم الموضة والأزياء في وسائل التواصل الاجتماعي. هي دائما حريصة على الاهتمام بالجوهر والمظهر من خلال تجاربها الذاتية وحياتها اليومية لتنقلها لمتابعينها. ومنذ بداية ظهورها نجحت في لفت الأنظار عن طريق إطلالتها التي تعبر عن ستايل المرأة الكويتية العصرية. الفاشينيستا دانا الطويرش ضيفتنا اليوم في برنامج الليلة. دانا شلونك؟ يبين خايفة. لازم أقول الكلمة السحرية بالأول، حي الله منياني ونور مكاني. الله يحييك يبقيك أستاذة إيمان. سلمت. طبعا لازم تعرفين أنا جدا فخورة وسعيدة الحين. حبيبة قلبي. فإحساسي يعني ما أدري يمكن ما يبين علي بادة شوي، بس ما أدري إيش كذا أنا أستاذة. أول كلمة سر لازم نطيح كلمة أستاذة وأستاذة. أوكي أقول إيمان. حلوين. أوكي. وايد جديد زينين. ممتاز. قاعدين ببيتنا. أسئلة وايد الدور. تسند. يا ريت. أوكي. راحتك كلمة بتسند. أوكي. شلون صرتي فاشينيستا؟ من بسبوسة. الله عاد أنا أموت على شيء بالقشطة ولا والله من بسبوسة والله ما أذكر بس من بسبوسة. شلون؟ أنا دشيت هذا المجال، أنا دائما أقول لما يكون في يسوون محاضرات في الجامعات وكذا مرة طلعت بكذا برنامج كنت أقول إن أنا صرت يعني سوشيال ميديا انفلونسر او فاشينيستا بالصدفه ومن بسبوسه. كان بالبدايه مثل ما قلت لك قبل شوي انه كان عبالي برنامج انستغرام هو شات. يعني لا لا شفتي الشاتات اللي كانت قبل بالانترنت بال شو اسمه الكمبيوتر على واير التليفون اللي بالضبط. فانا كان عبالي هذا الشيء بس على برنامج ثاني على التليفون. اوكي. فعبالي انه هو شات، فحتى كنت حاطه اسم مستعار مو اسمي الصجي. شنو كان؟ أول شيء كان والله ما أذكر حلوة أو شيء كذي يعني. منو؟ منو قام يحط الاسم بعد؟ فبعدين غيرت حطيت دانا كويت. أوكي. في وايد عندي متابعين كانوا يعرفوني باسم دانا كويت. كنت بالبداية ما أحط صوري، أغبش على الصورة. أنا أخاف يعني ماني عارفة شنو إن الناس إذا عرفتني أو شيء كذي، ما كنت عارفة شنو البرنامج. وليش مغامرة فيه؟ تصدقين فيش فضول؟ كان فيني فضول ورفيجتي قالت لي دانا شنو ها يعني البرنامج هذا، في برنامج جديد نازل لازم انت. قلت لها ما ينزل على تليفوني، كان تليفوني يعني تليفون من التليفونات المعينه ما اقدر اقول اسامي. فقلت لها اوكي. الاري اللي يطلع لفوق؟ لا 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 شوي احدث يعني. فبعدين لما شفتها ما كان ينزل، كان اروح احد المحلات وشريت تليفون ونزلته نفس اليوم. اوف فدايما الفضول والله اللي عشان بتنزلين هالبرنامج. يعني الحين وايد كانت في برامج نازله حزت الابلكيشنز والهبه، هذا البرنامج اللي وعلمني ونزلته. وبعدين سالفه شلون بديت بالاعلانات هي سالفه بسبوسه. كنت مسافره لبنان وفي احد دز لي، حتى ما كان في خدمه الدايركت مسج، فاحد دز لي تعليق انه ابي تسوي لي اعلان. فكنت اقول حق امي شنو يعني اعلان؟ انا مو فاهمه ايش السالفه، كنت ما ادري. قالت لي يمكن تكلميها اخذي رقمها، واخذنا ارقام بعض. وقالت لي سوي لي اعلان حق بسبوسه. قلت لها اوكي، فسويت لها الاعلان. للحين متواصله معاها؟ صراحه لا ما ادري عنها. ما ادري عنها. بس اول اعلان ايش كثر كان؟ 30 دينار. ويعني تقولين عادي 30 دينار كان 30 اول دينار. اعلان. البدايه كانت بسيطه جدا. بعدها شلون ياك التصور اني اكون فاشينيستا؟ مع الوقت قمت احب، يعني اول شيء كنت احس اني ضايعه، يعني كنت كل شيء اصور كل شيء ملاقي نفسك ملاقي نفسي. او مثلا كنت احط اشياء معينه بس مثلا في اشياء تجذب الناس اشياء لا. ف
فبديت انه في البدايه كنت احط صور السفرات اللي اروح لها، الاماكن، المطاعم اللي ازورها، وكانت كلها ترى بدون مقابل يعني. ونفس الشيء الملابس، فكنت دائما اي شيء يعني، كانت اغلب الاكونتات تحط صور شيء له علاقه بالفاشن، صوره مو هي لابستها. فصار في تأثير على البنات يعني، فقاموا يسألون منو هذه، شنو لبست. فمع الوقت لا تطور الموضوع وصار أكثر بروفيشنال يعني. كنا نصور باللي أنت ماسكتها التليفون، كنت أصور فيه نفسها يعني، ما كنت تستخدمين يعني، ما كنت أستخدم أي كاميرا احترافية. لا طبعا ما كنت أعرف شنو يعني كاميرا وما كاميرا. ترى على فكرة هذه الأجهزة فيها قوة كاميرا لدرجة أن احنا في بعض الأحيان كنا نصور فيها. صح، لازلت أحيانا لما أتوهق عادي أصور فيها. فبعدين لا تحول الموضوع لموضوع أكبر من كذي بوايد. وصلتي لأي مرحلة؟ هل المرحلة هذه أرضت طموحك ولا في بعد؟ ما في إنسان يرضى لما يوقف بنقطة معينة يرتاح فيها أو يرضى. كل إنسان أحس طموح يحب يوصل حق مرحلة أعلى من المرحلة اللي هو واصل لها. بس الكل يتوقع صراحة كل شيء لنهاية. صحيح، وضع الفاشينيستا ممكن يكون لنهاية. صحيح. وين بتروح دانا بعدها؟ دانا موجودة. وين؟ أولا أنا أدرس، ثانيا أنا عندي أكثر من بزنس أشتغل فيه، وحاليا أنا قاعدة أسس مؤسسة صغيرة اللي هي أصغر من الشركة، هذا شيء ثاني تماما. ففي أمور ثانية غير صورة الانستغرام أو هذا الشيء اللي الإنسان أو الشخص اللي تابعني يشوفه. ففي أشياء ثانية أنا وايد أسويها بس ما تتصور أو ما تنحط، عرفتي قصدي؟ ففي أمور الناس يعني أنا أشوف الناس مهتمة في موضوعين، ومع هذا أسولف معاهم في مواضيع تهم المجتمع واللي إحنا نعيشها كل يوم. منو اللي تستشيرين في هذه الأمور؟ لابد أن في شخص أو كذا شخص يكونون أهما مساند حتى أنك تقومين في هذا كله. أهما ثلاث أشخاص في حياتي أستشيرهم. أول شيء غير ميرا؟ ميرا أمي وأختي، وعندي دكتوري درسني في الجامعة اللي أنا أدرس فيها، هو تخصصه إعلام، ودائما في كل موضوع يصير لي أو يواجهني أو يواجه المجتمع استشيره فيه، فأثق برأيه. وطبعا أستاذة الأتيكيت لطيفة اللغاني يعني. أوكي. ما أستغنى عن استشارتها دائما بين فترة وفترة. يعني أنت ماخذة ناس يكونون لك طبعا مثلث يهيئك إعلاميا. صحيح. ما فكرتي بهذه الخطوة؟ أنا جتني الفرصة أن كنت أطلع قبل فترة تلفزيون الكويت واعتذرت. ليش؟ من سوء حظي أن أنا اعتذرت للأمانة يعني. المكان مريح والكاس كان مريح والبرنامج كان وايد خفيف علي. بس إمام مثل ما تدين أنا أدرس بالجامعة الحين، ووايد صعب علي أن البرنامج كان يتصور بالليل، فصعب كان أن أنسق، وكان كل امتحانات والمواضيع هذه وايد تأثر علي. فحسيت ما راح أعطي حق يعني، ما راح أوفق بين الطرفين. عرفتي غزي؟ وغير هذا شغل السوشيال ميديا، فما كان في مجال أني. أنا أحب الإذاعة أكثر. أنا يا أقول لك كان لك تجربة بالتقديم الإذاعة. أنا كذي وايد توافقت وياك في موضوع. صح. راح تكملين فيه إذا يعني كذا مرة أشوف إذا في برامج سوري حلوة وأحس إنه تجذبني أنا لها. قصدك بالفكرة؟ بالفكرة مهمة عندي الفكرة. أوكي. يعني أنا مليت إن شلونكم، شو أخباركم، نصيحة الفلانية، نصيحة يعني مع احترامي حق هذه البرامج كلها بالعكس، بس هذه مو شخصيتي. يعني يمكن برنامج حواري شيق، ممكن هذه الأمور اللي فيها مواضيع اجتماعية تهم المجتمع ممكن هذه تجذبني أكثر. يعني حتى لو أنا مهتمة في الفاشن أو باللايف ستايل، بس يظل أن عندك شيء ثاني تبين تضيفين. بالضبط، عرفتي قصدي؟ يعني هذا الشيء وذاك شيء ثاني. يعني أنا ودي أن مثلا بهذا المجال لا أتفرد فيه بشكل ثاني غير عن اللي الناس متعودين عليه فيه. فكانت أغلب البرامج المطروحة أحس ما والمتني أو ما صلحت لي، فشوي أخرت الموضوع وقلت بعد لما أخلص الجامعة. يعني الجامعة هي شوي. كثير يبيلك تخلصين الجامعة؟ سنة ونص. زين الحمد لله. أيه. أكيد سنة ونص. سنة ولا ونص. سنة ونص؟ لا سنة. على فكرة ترى أنا عندي دبلوم. أوكي. الناس هي مو عارفة أن أنا قاعدة أكمل دبلوم، وكنت مأخرة سنة يعني، هم عبالهم أن أنا دارسة متأخر. إيه بس يعتمد على سنة ونص مع صيفي، سنة ونص ليس سنة ونص. لا سنة ونص، سنة ونص أربع مع صيفي. أوكي الحمد لله. أتوقع يعني راح تكون خريجة شنو تخصص؟ إن شاء الله. طبعا أنا سويت فيلم أن أنا كذا غيرت تخصصاتي. أنا عندي دبلوم محاسبة. أوه ربع طلعنا. أنا أي. بنوك. أنت بنوك صح. أنا عندي دبلوم محاسبة، وبعدين دشيت الجامعة كملت إدارة أعمال. حلو. فجأة قررت أن أنا مو إدارة أعمال. فغيرت، شلت التخصص، حطيت لي تخصص ثاني مساند حق تخصصي. أوكي. اللي هو إعلام وميديا.
اوكي يخدم اعلام اسفه اعلام وكوميونيكيشن اللي هو الاتصالات وهذه الامور جدا يخدمني وجدا افادني وكل يوم قاعده اتعلم شيء جديد فيه كل يوم يعني شيء وايد حلو. واذا تخرجتي راح تشتغلين في شيء ما يفيدك بالموضوع؟ لا انا متاكده ان اذا هذه اهتماماتي راح اشتغل بشيء يهمني. بشوفك بعد سنه ونص بشوف اشتغلتي بنفس اللي درستي تبينه ولا لا. طيب احنا نقول ان هذا الموضوع يبي له شراسه شوي. شرسه انا شوي فيما يخص شغلي اي انا شرسه جدا. راح اعرف بعد الفاصل تفاصيل الموضوع. كونوا معنا. منظر الكويت يا جماعه من فوق غير. تشوفينا بالطياره يعور القلب. اي والله يعور القلب. يعني اكثر سفره تقدرين تسافرينها بعيده عن الكويت ايش كثر؟ انا اول شيء ما احب السفرات الطويله. اوف اي اضايق منها وايد. واطول سفره سافرتها 20 يوم كانت بعيد عن الكويت. 20 يوم 20 يوم بس. ما تقدرين تطولين اكثر من كذي؟ لا ما اقدر. حاولت بس واحد. انت من النوع اللي ياخذ مخدته وكبره معه؟ الكبر بس. الحمد لله الحمد لله. ويلكم ويلكم. لنا نفس الحاله. قلنا قبل الفاصل يبي لها شراسه وانت شرسه؟ اي بشغلي بس بشغلي. أما بحياتي أو مع أسرتي مع ربعي محيطي لا أنا أبدا مو شرسة. بس في المجال اللي إحنا فيه شوية يحتاج شراسة. من أي نوع؟ أنا أقصد من ناحية أنه مثلا فلان يعني الأقاويل أنا ما أهتم لها. بس مثلا من ناحية البزنس عرفتي قصدي؟ يعني في أمور لما مثلا ترتبين مع كلاينت معين حق ديل معين عادي تصورين الإعلان وتخلصين من تصوير الإعلان وبعد 10 ساعات يقول لك مسح الفيديو ما عجبني وردي فلوسي. يعني شنو أرد عليه؟ 10 ساعات عقب ما الناس طلبت وتبر عقب ما استفدت. بس في ديل في عقد إيه. فأنا أقول لك شنو صار. أول شيء كان الموضوع مو هواية غير يعني كان هو عدم دراية. عرفت بسبوسه الله يهدى. اي يعني لا والله هذا وايد يعني والله سبحان الله بسبوسه. لا إيه؟ بس بعدين مع الوقت قمت اعرف لا لازم يكون عندي محامي لازم في عقد لازم في سند قبض. في امور خاصه مع الوقت احنا نكتشفها ونعلمها حق بعض. ترى نعلمها حق بعض واحد يعلم الثاني يعني على هالاشياء هذه. للامانه وجودك معاي اليوم من دافع فضول. ليش بدت بالكويت شغله فاشينيستا؟ ليش بدأت بالكويت شغلة فاشينيستا؟ أنا أشوف دولة الكويت وشعب الكويت دائما عندهم هذا حب التطلع والريادة والتسابق إن هم يكونون دائما متطورين وعندهم أشياء دائما حديثة. عندهم اللي إحنا نقولها دائما بالكويتي الهبات. يعني عندنا الهبات هذه اللي نشوفها دائما أشوفها أنا تبدي عندنا. فلما انا بديت حتى لما بدت نخلق فجاه اي نخلق احنا دائما كذي. فاحب فيهم هذا الحب انه حق التطلع والاشياء الجديده. وايد انا اقول انهم هم مبدعين وكرييتيف. وطبعا مع احترامي حق اي دوله ثانيه بس انا بالعكس اشوف هالشيء بدا من الكويت وهذا شيء وايد حلو. طبعا اكيد خلي الاجانب انهم بداوا قبلنا في هذا الموضوع بس حلو ان اخذنا هذه الشغلات منهم وطبقناها هني. هذا قصدي. بس في اشياء قد تكون خارجة عن العادات والتقاليد صحيح. قاعدين يقومون فيها البعض ونشوف عيالنا يركضون وراه. أنا جوابي على هذا الموضوع دبلوماسي شوي لأن أنا دائما أقول إحنا ما يعني كل شخص يمثل نفسه. وأنا أشوف حلو إن الإنسان يكون هو رقيب على نفسه. شلون؟ من ناحية إنك أنت إذا ما عجبك فكر فلان مبدأ فلان عقلية فلان تفتح فلان أو هذا الشخص اللي أنت تتابعه أو أنت الشخص اللي يستهويك أو مثلاً أن تشوفه ممكن قدوتك في الحياة لا تتابع من البداية. فبالنهاية الإنسان يرجع إلى بيئته ومحيطه قبل السوشيال ميديا والإعلام وهذه الأمور. فإذا أنت أو أنا بيئتنا ما سمحت لنا بهذا التصرف ما نسويه صح ولا لا؟ بس إذا بيئتنا سمحت بهذا التصرف نشوفه إحنا بنظرنا شنو إيمان عادي. أما إذا غيرنا شاف هذا الشيء غلط بيشوفه غلط صح صح ولا لا؟ اكيد اي يعني هو يشفر اي هو يعني هو الانسان اهم شيء باي انسان فينا او اي شخص فينا يكون رقيب على نفسه. لان اذا انت كنت رقيبه على نفسك فانت بديهيا تقولين انا هذا ما يعجبني. تكوني واضحه مع نفسك. اما ما تتابعينه من باب الفضول او تحبينه من باب انه لا انت قاعد تجاملينه خلاص انت ما عجبك ما تشوفينه. شنو حقيقه زواجك؟ حقيقه
كان في موضوع زواج زين ما صار وما الله كتب من امته من زمان تقريبا صار له سنه ونص واختلفت يعني الاراء وهذه الامور وبالعكس يعني كل واحد الله وفقه وما صار الموضوع تفكرين انه شنو انه لو صار مره ثانيه راح تقولين ايه لان في بعض البنات تصير عندها مثل ردة فعل فاتم فتره ما بهذا الموضوع لا انا قلبي خضر ترى حق الحياة ومحبه حق الحياه واي اشوف اي صفعه في حياتي تعلمني ما تكسرني فما اتضايق من هالامور بالعكس اشوف الله يعني سبحانه ما يخلي الانسان يوخر عن شخص معين الا لسبب حلو في حياته انا قاعده اقرا انسانه تبكي ما تبكي انا ابكي قبل ما ابكي بس قدام الشخص اللي بكاك انا ترى وايد عاطفيه على فكره يعني أوكي. لازم تعرفين دمعتي دائما على خدي بس ورا هذه الشخصيه الناس تشوف ان انا شخصيه جدا قويه ومرات شوي اكابر بس انا ابكي ترى القوه من البزنس بعد شلون؟ يعني ما كنتي شخصيه قويه امام الناس طبعا اكيد ما راح يقوى البزنس اكيد طبعا يعني هذا انت قاعده تطبقينه الحين حاليا اكيد اطبقه اكيد لانه مهم جدا ان انا ما اكون شخصيه ضعيفه لان في هذا المجال وعموما في حياتنا العاديه اي بنت تحتاج انها تكون متوازنه صح في تصرفاتها في عقليتها في قراراتها فالتوازن من وين هي ما راح يجي من شخصيه ضعيفه ايمان طبيعي بيجي من شخصيه قياديه شخصيه قويه شخصيه ملمه في امور الحياه فهذه الامور احنا نحتاجها اصلا الحين فطبيعي ان كل مره بقعد اطور نفسي للافضل عشان انا لا احس اني مثلا منكسره مظلومه ضحيه شيء ما فعرفتي قصدي نضل احنا مهما كبرنا خاصه احنا البنات تدرين مجتمع عادي الشباب ما عندهم مشكلة ويا شايل عيبة لكن يظل يقولون حق البنات مهما كبرتي تظلين بعينها هذيك الطفلة الصغيرة اللي عليها قيود هل في قيود من الأهل؟ طبعا اكيد في قيود من الأهل في قيود وايدة ترى لازم تعرفين احنا مثلا عندنا الساعة 12 وينك؟ لا انا الساعه 11 زين 12 وانا من الناس صراحه ما اسافر الا مع امي او احد من اهلي ما احب اسافر بروحي الا صراحه صار لي يمكن 3-4 سفرات كنت محتاجه اسافر يوم فيها بروحي بس انا افضل اني اسافر معاهم هم من اول معلميني ان لا دانا راح تسافرين بروحك سوري راح تسافرين معنا طول الوقت بس مع الوقت لا يعني عرفوا ان انا مرات احتاج اسافر يوم واحد وارجع فقاموا يقدرون هذا الشيء يعني فهذه القيود السفر مع امك يقولون متعه لان طباخه ماهر امي ما تطبخ في السفر وما تطبخ في البيت والحين هي قاعده تشوفني على الهواء بس ما دام هي تطبخ في البيت تعرف ألذ المطاعم بالسفر تعرف ترى امي من الشخصيات اللي اشوفها صديقتي اكثر ما هي ام يعني هي أكيد أمي بالنهاية بس هي صديقة ونيسة بالسفر مريحة فدائما أحب أسافر معاها فالناس يشوفون شخصيتنا وايد إحنا قراب من بعض وعلى فكرة إحنا ما ناكل أكل بيتنا لازم تعرفين يعني ما نحب أكل بيتنا نحب نجرب أكل الناس هذا وين؟ بيتنا بالكويت؟ لا عندنا أي تخيلي يعني أمي مثلا تطبخ أوكي؟ حلو يقول لك الطباخ اللي يطبخ أكله ما يأكله فاحنا ما نحب ناكل اكل بيتنا الناس تحبه زين هي اللي تطبخ انتم ليش ما تاكلون ما ادري خلاص قمنا نحب نجرب اكل الناس مثلا زين اللي يطبخونه وين يروح لا تطبخ حق هي عندها مطبخ ومطعم فهي تطبخ حق الناس ويعني من اول صار لها تقريبا 8-7 سنين كل يوم باكر ايش تطبخون باكر بنسافر فما راح نطبخ راح تطبخون اليوم أسافر. مثلا طلبنا من شيف كنت اقول لكم يعني مثلا طرش الروضه اي لا لا راح ندزش اكيد حبيبتي لو نقول ان الوالده من ضمن خصوصياتك بس بالسوشيال ميديا وخاصه بالسناب لاي حد تقدرين تفتحين للخصوصيات الناس تشوفها صحيح بالنسبة حق الأشياء الخاصة اللي الإنسان قصدي شخصية السوشيال ميديا توريها أو لا في أشياء معينة إحنا نحب نوريها حق الناس في أشياء خاصة أبداً ما تطلع حق الناس أبداً فلا تتخيلين أن كل حياتنا هي على الملأ يعني مثلاً ذاك يوم قاعد أسولف كنت في سناب شات أمي قاعد أقول لهم مثلاً أنا 6 شهور أراجع عند طبيب أوكي ما عمري جيت وصورت أن أنا في الطبيب وأنا مريضة وإلى آخره لأن أنا ما أبي أبين هذا الجانب حق الناس عرفتي قصدي؟ لأن ما أحب هذه الجوانب مثلا تظهر حق الناس مثلاً في ناس عكسك يحب يبين عشان ما يقولون عافية آدمية ما تمرض وعين وحسد وهذه الأمور حافظ الله سبحانه والشيء الثاني إخواني وخواتي عمري ما صورتهم في الانستغرام يمكن عندي قصدي سناب شات أو انستغرام عموما في هذه البرامج ما يحبون يطلعون
ما يحبون الشهرة، ما يحبون يبينون إن مثلاً الناس تعرفهم أو يمشون بالشارع هذا أخو دانا، هذه أخت دانا. أمي لا، كانت ما تبين سلطين الإضاءة. بالضبط، أمي كانت عادي يعني حابة هالشيء وتشوفه مو غلط وما فيها شيء، وهي مستمتعة بهذا الشيء وتحب. طيب وين حب الناس تشوفين نفسك فيه؟ إنستغرام ولا تويتر ولا فيسبوك ولا سناب شات؟ أيه اللي الحين ترند عند دانا؟ الترند الحين سناب شات، بس انا اللي احبه واحب شيء على قلبي انستغرام طبعا. اكيد الحب الاول. يعني انا عندي انستغرام هو نمبر 1، وهو اللي اكرس له وقتي وجهدي اكثر من السناب شات. شلون تتعاملين مع التعليقات اللي فيه؟ سلبيه؟ ما عندي قلب، بس مره تاثرت. شلون؟ مره صار خلاف بيني انا. شوفي، ما تاثر من شخص ما اعرفه، اتاثر من شخص اعرفه، انا هذه مشكلتي. فإذا شخص علق علي سوري بأي تعليق سلبي بإنستغرام، أقول طفل، عقله صغير، ما يقصد، يعني أستسمح حق الناس الأعذار، ومرات أرد عليهم صح بردود تليق لنفسي ولمتابعيني أكيد، يعني بحدود الاحترام. فشخص أنا عارفه ضايقني بكلمة، سويت سالفة أنا طبعا من هالموضوع، فضايقت. الظاهر المود ما كان على المود كان مو اوكي، بس حلو انه يعني حسيت بغلطتي بعد اقل من 4-5 ساعات، وبالعكس يعني اعتذرت وانا مو مستحيه من هالموضوع. نعم، اول شيء نوجه تحيه يمكن للاستاذ نواف مصور المشاهير موجود معانا اليوم، فهد ايضا يعطيك الف عافيه بالنسبه للتصوير. لكن يب بالي سؤال، انا وايد فضوليه قبل لا نروح، سؤال واحد بس ابي اسال. كان في سبق لنا من غير ذكر أسماء إن واحدة كنسلت لك مشروع تجاري أو مشروع إعلاني أو كذا شغلة إعلانية لك؟ غير صحيح، مو معي أنا. أي أنا فاهمة منو أنت تقصدي. لا مو معي أنا، أنا سمعت مثلك صار هالموضوع حق شخصية من الشخصيات وبرروا حق بعض، بس أنا مع هالشخصيتين صديقتهم. فصعب انك تكون صديقه وتكونين في الصوره في الناس علشان نشيل اللغط اللي قاعد يصير. لا انا ما صار معي هذا الموضوع ابدا، ولا مره صار معي او انا شخصيا واجهني. مرات يتكنسل الموضوع ان انا ما اقدر اسافر، يكون عندي امتحان، يكون عندي شيء ثاني عارض مع هذا الوقت او هذا الايفنت او هذا الاعلان، فهذا اللي انا اكنسله عن طريقي. ومرات يصير خلاف بين الطرفين، بيني وبين شركه ما نتوافق، فهذا بس ابدا ولا مره صار لي هالشيء، عشان احسن الظن بالشخص اللي تقولي عنه علي انا. اخر كلمه تقولينها حق الفولورز المليون ونص صح؟ عادي ابكي الحين. ليش؟ لان انا الفولورز وايد شيء قريب مني، واحبهم واحترمهم واحس يعني اشكرهم كل يوم انه خلوني اكون جزء من حياتهم، ويتابعوني ويفقدوني ويولهون علي واوله عليهم، واذا فقدت احد اقعد اسولف معاهم. فطبعا من فضل الله سبحانه وتعالى انا اشكر كل شخص حبني لشخصي، لشخصيتي، لذاتي، حب ستايلي، حب اي شيء ثاني، حب اللي اقدمه. واحب اقول لهم دائما اذا انا كنت او اخطات في يوم من الايام بحق اي شخص او سويت تصرف ما يعجبك، بالعكس انا سعيده اني اسمع اي تعليق سلبي يطور من نفسي قبل لا يطور اي شيء ثاني. انا اللي سعيده اني اكتشفت شخصيه جديده فيك. لاني كنت من اللي يتابعون يسمعون الاسم يشوفون بايفنتات، بس ما كنت احتك. انا ما احب اقدم شيء الا لما اكون محتكه بالشخص نفسه. صحيح. شكرا انك اليوم جبتيني وضفتي لي اضافه جديده. بس هذا قلت شيء، قولي. انا ما اعطيتك الربع اللي تحبينه. لا انا سويت سيرش عنك، انا سويت بحث عنك مثل ما انت تسوين بحث عني حياتي، فعرفت انك انت تجمعين ارباع بالضبط، فعشان كذي سالتك السؤال. فهذا الربع لان انت تجمعين الارباع. كاو كاتبه عليه؟ لا ضروري. ليش ما راح تصرفينه يعني؟ لا ما يصرفون. لان الحين انا الخطه الجديده كل اللي قاعد يكتبون لي اهداءات او ذكرى على ربع معين قاعد احطهم بلوحه. حلو. وراح احطهم جداريه في البيت. خلاص الحين عقب الفاصل راح اكتب. حبيبتي تشرفت بوجودك. من هالاعلى. شكرا. بعد سنه ونص موعدنا. اذا تخرج ها؟ ويا ريت ان التخرج يكون بشيء ان شاء الله. ان شاء الله يسوى التعب هذا كله. من هالاعلى. تحياتي للماما. شكرا. والاسره السعيده كلها. شكرا. اذا مو عيب نكتشف شيء في ناس ونتعرف عليهم من جديد. فكر بالجانب الإيجابي، خليك من السلبيات. ها، والشخص اللي ما تعرفه لا تكتب تعليق.
لأنك ما تعرفه.